اختفت عن الأنظار لمدة 14 سنة، محدش كان عارف هي راحت فين ولا بتعمل ايه، واما رجعت كانت ملامحها متغيرة وفي ناس معرفتهاش. ما هو العمليات برضو بتغير الملامح مهما حاولت اي فنانة انها تحافظ عليها. فاكرين بقى حورية اللي ظهرت مع محمد صبحي في يوميات ونيس واللي اتعرفت من خلال الجزء الخامس فيه؟ طب فاكرين سر الارض مع احمد ادم؟ ايوه هي دي. هبه كامل اللي اختفت عن الانظار كلها بعد اخر مسلسل اشتغلت فيه مع الفنانه يسرى سنه 2010 في مسلسل بالشمع الاحمر، واللي كانت قصته بتدور في عالم الجريمه والسسبنس. بس دي بقى اخر مره ظهرت فيها هبه كامل، ده غير ان اعمالها في الوسط الفني اصلا ما كانتش كتيره، كانت محدوده ومحدش كان عارف هي بترفض اعمال ولا ما كانش بيتعرض عليها برضو. بس الحقيقة بقى اللي مش كتير يعرفوها ان كان بيتعرض عليها اعمال ومهمة كمان فيها نجوم كتير، بس ما كانتش بترضى تشارك فيها، زي فيلم كلام الليل اللي كان بطولة جلا فهمي ويسرى، ومش بس كده كمان كان من اخراج إناس الدجيدي. وكان الموضوع ده بقى وراه حكاية هحكي لكم ايه اللي حصل. إناس الدجيدي كلمتها عشان تشارك في الفيلم وهي وافقت طبعا، راحت عشان تطلب السيناريو وقرت السيناريو فعلا وقالت انه ما فيهوش اي حاجة، بس لما دخلت التصوير لقيت اللوكيشن عليه ترابيزة قمار وده ما كانش مناسب ليها. اكتشفت في التصوير ان المشاهد بتاعتها واللي كانوا 15 مشهد كلهم كانوا في السرير. وقتها هبه كامل قالت لا يمكن اكمل، ورفضت انها تشارك في الفيلم رغم النجوم اللي كانوا في الفيلم. وعمل دورها وقتها نهله الخطيب. هبه شايفه انه ممكن موقفها ده هو اللي ما خلاش يجي لها ادوار كتيره بعدها، لان الوسط الفني كله اوضه وصاله وكله بيبلغ بعضه. ورغم رفض هبه انها تعمل الدور ده، بس هي ما كانتش متزمده ابدا ولا تربت تربيه مقفوله عليها، لدرجه انه والدها كان بيطلب منها انها لو عاوزه تلبس لبس قصير او عريان تعمل كده قدامه مش من وراه، ما هو كان واثق فيها جدا ودايما مخليها واثقه في نفسها، ودي كانت تربيتها وحياتها، عشان كده ما كانش بيفرق معاها حاجه تانية. وكمان والدها رغم انه في اخر ايامه اصابه الزهايمر وما كانش فاكر حد ابدا في حياته الا انها هي الوحيده اللي ما كانش بينساها، رحل عن الدنيا وهي الوحيده اللي كان فاكرها، وده كان من كتر قربها وتعلقها بيه. هو كان بيشوف انها احلى من شريهان وشايف ان بنته احلى واحده في الدنيا، عشان كده كمان هي كانت متعلقه بيه بدرجه كبيره جدا، ولما سيرته بتيجي ما بتقدرش تمسك دموعها. وده عكس اللي شافته مع عيالها اللي بالرغم من انهم طيبين وحنينين عليها الا انهم مش موجودين معاها زي ما هي كانت موجوده مع والدها، وان الجيل كله مش متواجد مع اهله زي زمان، وعشان كده ده كان السبب في انها تنزل تشتغل بعد ما كانت قعدت في البيت من زمان وبعدت عن التمثيل. حتى لما بعدت عن التمثيل اشتغلت على نفسها، اتعلمت في ورش وبعدها شاركت كمان في انها تعمل ورش مع اصحابها. كمان روقانها خلاها ما تتغمرش كتير في اعمال هي مش عايزاها، وده خلاها تبقى مركزه اكتر في موضوع الورش عن انها تشارك في التمثيل. شايفه ان شفت كارير اللي هي عملته ده اروق بالنسبه لها واحلى بكتير، وهي بتعمل اللي هي بتحبه بالطريقه اللي بتحبها ومن غير ما حد يضغط عليها في اي حاجه ولا تبقى بتعمل اي حاجه هي مش عايزاها. وده كان تفكير جيل كامل مش هبه كامل بس، في كتير كانوا بيفكروا زيها، بس منهم اللي الزمن بعده وبطل تمثيل وبطل يشتغل. انتم بقى فاكرين دور ايه لهبه كامل؟